السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا في فيديو جديد وهو عدد شهور السنة الهجرية. بس قبل كده يا جماعة متنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. محتويات اللي هنتكلم عنها النهاردة: واحد، السنة الهجرية، ومنها رقم واحد نشأة التقويم الهجري، اتنين، شهور السنة الهجرية بالترتيب، تلاتة، الفرق بين السنة الميلادية والهجرية، اتنين، توضيح الفيديو الخاص بالتقويم الهجري. النقطة الأولى: السنة الهجرية هي السنة التي يعتمد تقويمها على دورة القمر في تحديد الأشهر، والذي اعتمده المسلمون وربطوه بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. وتتكون السنة الهجرية من 354 يوم ومن 12 شهر، بحيث تبدأ بمحرم وتنتهي بذي الحجة. وفيما يأتي تعريف بتلك الأشهر وتوضيح الفرق بين السنة الميلادية والهجرية. النقطة الثانية: نشأة التقويم الهجري. كانت نشأة التقويم الهجري على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جعل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام في الثاني عشر من ربيع الأول لعام 622 ميلادي مرجعه لأول سنة فيه، وهذا هو السبب من وراء تسمية بالتقويم الهجري. ولكنه في الوقت نفسه ركز على الميقات القمري الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه، فقد وصف الله تعالى الأشهر الحرم وهي أشهر قمرية بالدين القيم، حيث حرص أئمة الإسلام أن يعملوا به في جميع شؤونهم وأمورهم. النقطة الثالثة: شهور السنة الهجرية بالترتيب. محرم وهو أول الشهور، وقد سمي محرم لأنه من الأشهر التي يحرم فيها القتال صفر، لأن قبائل وديار العرب كانت تخلو من الحرب، وقيل لأن العرب كانوا يذهبون لغزو القبائل ويتركون ديارهم صفر للمتاع. ربيع الأول لأنه يأتي في الربيع ولزم ذلك، ربيع الآخر أو ربيع الثاني لأنه يتبع لشهر ربيع الأول. جمادي الأول قد كانت تسمى قبل الإسلام بجمادي الخمسة، وسميت بجمادي لوقوعها في فصل الشتاء حيث يجمد الماء. جمادي الآخر لأنها تابعة لجمادي الأول. رجب وهو من الأشهر الحرم، وقد سمي بذلك لترغيبهم الرماح من الأسنة كونها تنزع منها فلا يقاتلوا، وقيل رجب أن توقف عن القتال، وقيل أيضا رجب الشيء أي عظمة ومهابة. شعبان لأنه شعب بين رمضان ورجب، وفيه يتفرق الناس وتشعبون طلبا للماء، وقد كانت العرب تتشعب فيه للحرب والغزو بعد قعودهم في رجب. رمضان شهر الصوم عند المسلمين، وقد سمي برمضان لرمد الحر وشدة أشعة الشمس حيث كانت شديدة وقت تسميته، وقال رمضة الحجارة أي سخنت بسبب الشمس. شوال وفيه عيد الفطر، وسمي بذلك لشولان النوق فيه أي نقص وزنها وجف لبنها عند حملها، ويقال تشولت الإبل. ذو القعدة وهو من الأشهر الحرم، وقد سمي بذلك لقعودهم في رحالهم عن الغزو والترحال، ولأنهم لا يطلبون فيه الكلأ كونهم من الأشهر الحرم. ذو الحجة وهو موسم الحج، وفيه عيد الأضحى وهو أيضا من الأشهر الحرم، وقد سمي بذلك لأن العرب يذهبون فيه للحج. النقطة الرابعة والأخيرة: الفرق بين السنة الميلادية والهجرية. يكمن الفرق بين السنة الميلادية والهجرية في 622 سنة، إلا أن هذا الفرق يقل رويدا، فالسنة القمرية تتكون من 354 يوم و8 ساعات و48 دقيقة و36 ثانية، بينما السنة القمرية فتتكون من 365 يوم و6 ساعات و9 دقائق و5 ثواني، وذلك يكون الفرق بينهما 10 أو 11 أو 12 يوما على وجه التقريب لا التحديد. وبكده يا جماعة يكون الفيديو انتهى معانا النهاردة. ياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.